أعتقد أنه دوري الأبطال راح تكون مغامرة جديدة بالنسبة لي. أنا ما أبغى أظهر بمظهر الشخص الذي يقول ولا يفعل، لكني سوف أفعل، سوف أكون مؤثر في هذه البطولة، سوف أغير من تاريخ البطولة، سوف أجعل جميع الأندية تهاب اللعب ضدي. لماذا أنا أتكلم بهذه النبرة؟ لأن هناك مدرب عظيم يقودني ويقود الكتيبة كاملة. أعتقد أن الإشراف والتدريب تحت هذا المدرب أفضل من الحب. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا، يا أهلا وسهلا. دوري الأبطال هنا مجددا يا أخوان. ما عاد عندنا وقت للأمانة يا أخوان، ما عاد عندنا وقت إننا نقعد نلعب في هذه السلسلة لين نجيب الكرة الذهبية أو حتى ننتقل إلى فريق الأحلام، لكن بمجرد إننا ننهي هذا الموسم فأعتقد إنه خلاص، لأنه خلاص فيفا 20 مرة 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 قريبة. إلا إذا كنت أبغى أنزل يومي، وأنا الصراحة يعني بالنسبة لي الكارير صعب أني أنزل يومين لأنه شوية ممل، فلازم أرجع كل مرة متحمس للكارير، متحمس أني ألعب عشان تطلع الحلقة مرة رهيب زي الآن. أنا مرة متحمس، روق الحماسة بتطلع من هنا يا أخوان. يعطيكم العافية على الدعم، شكرا لكم جزيلا يا إخوان. طيب هنا أول مرة أشوف لاعب يصخم بشارة الكابتنية جديدة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي أينما كنتم في الوطن العربي الكبير، أهلا بكم في مباراة للتاريخ، مباراة يلعب فيها اللاعب الكبير، النجم القادم، صاحب الخمس الكورة الذهبية المستقبلية بإذن الله، أحمد الدوسري. تحمست بزيادة مرة. لا بسم الله الرحمن الرحيم. هيا هيا شباب، هيا ليتس جو. برناندو انتظر خويك، يلا مشي باص يا شيخ، عطلت الكوره. يلا يلا رحيم 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 رحيم، حرام عليك يا رحيم. يلا كمان احمد، نو كلب الكلب. يلا كبير، ليتس جو. الله يا دبرونا، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. شايفني يا عيني على الباص، ان شاء الله كيمب ما يلحقني ان شاء الله. يلا لا يا سلام يا احمد، تكفى يا اخي، الله يقلع رجلك يا اخي، خلاص قفلنا احنا على السلسله وانت باقي ضعيف رجل. ايوه تكفى يا تكفى احمد يا اخي، كذب، هذه اهداف. والله حاولت، انا منبهر بعدد التمريرات الهامه التي وصلت لها هذا الموسم. هلا بيب، احد لاعبينك اللي هو احمد قال انه التدريب تحت اشرافك افضل من الحب، تعتقد ليش قال كذا؟ I prefer the by far. ذكروني السنة الجاية أختار مركز الجناح يا أخوان، والله العظيم حيكون أريح لي بكثير، حيكون عندي مساحات وانطلق مع الطرف وكذا. راح نلعب ضد ساوثهامبتون أصحاب المركز الرابع عشر يا أخوان. طيب بس نذكر حنا بمركزنا يا أخوان، مركزنا هو السادس 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 بأربعين نقطة، نبتعد عن الأول بأكثر من عشرين نقطة، كثير كثير يا أخوان. أنا عندي سؤال، نيوكاسل ليش ما يخسر؟ إيش عندهم لعيبة؟ ترى مو منطقي يا فيفا. المهم نصقعهم بس يلا يلا. أعتقد يا مدرب إنك تحتاج إنك تريحني يعني يا سيد الفريق. كانت دقتك في التسديدة من الدرجة الأولى، طب وش استفاد؟ أنا ما سجلت للآن. وخروا. ديفيد سيلفا خرف، مو شيء بخرف، ايش ذا؟ سلام روح روح. سويت احمد سويت، خلاص يا اخي خلاص خلاص يا خلاص خلاص. اوه طلعني، اوه طلعني من غير ما اطلب، اوكي بيب على عيني والله، والله ما اقول لا والله حبيب. تشيلسي هو المنتصر على خصومه. ايه والله الان حنا مركز السادس، ايش فيه؟
لا تصدقون يا جماعة، لو فزنا في المباراة الجاية راح نصير المركز الرابع. راح نلعب ضد ليستر سيتي صاحب المركز 12، ترى مو بعيد عننا، عندهم 33 نقطة وحنا عندنا 43. يلا يا جماعة يلا نفوز في المباراة، مركزنا يتحسن، يصير في أمل نجيب الدوري. ليتس جو، يعني أحسن يعني شكليا. يلا خلص يا أحمد، خلص يا أخي، نول اشتقنا للأهداف اللي مثل كده يا أخي. دافع هاجم، انا فداك يا بيب. وانا ولا المدافع يا بيب، اللي تبغى يا بيب، واسمع له كمان يا بيب. الله حرام، ثاني الله يا. كنت تثبت قدميك كواحد من افضل الممررين في اللعبه هذا الموسم. بيب بيقدر الشخص اللي ناول اكثر من الشخص اللي يشوت. يلا ثاني يا مغفل، شوت برجلك. شباب انا ثاني هذا ما عاجبني الصراحه، انا اشوفه كذا بعد التمرين يروح اماكن مين مضبوطه. روح يا رحيم، تكفي يا رحيم، لا تخيب الظن. شوف رحيم يا اخي من اول شوته، ليتس جو يا رحيم، اسطوره. يلا احمد جولك، ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اشكر امك. كذب وينه؟ برا او هناك في الجهه الثانيه. خلاص خلينا نحتفل هنا، مره مشوار والله. الله لا خلاص كثير يا احمد. الله الله الله، هاتريك لعيون بيب، لعيون بيب يا هاتريك. وين تعالوا يا شباب خلينا نحتفل مع بيب. ها ايش تسوي؟ قاعد احتفل معه. صار مركزنا الخامس، متعادلين مع وولفز يا اخوان، مع انه الفوز والتعادل والخسارة نفس وولفز يا اخوان، نفسهم بالضبط. لا هم مسجلين اكثر مننا اهداف، عشان كذا هم ماخذين علينا المركز الرابع. قائمة مرشحي شهر فبراير لجائزة افضل لاعب في الشهر. كابتن احمد تفضل. بدوت واثقا جدا في المؤتمر السابق، لكنك في الحقيقة لم تفعل اي شيء يلفت. طيب مستوى ما كان كارثي، بالعكس انا صحيح اني ما سجلت، ما صنعت حلو، لكني ما كنت كارثة. اوكي وللمعلومة تراها اول مباراة لي العبها في دوري الابطال، فلا تجي تتفلسف علي الان. انت ما تدري ايش يصير جوا الملعب، وتجي انت بصفتك الصحفي اللي بيحجر انه انا بحجر لك الان. كل تبن يا اخي، تعال انزل يوم العب وشوف كيف الاجواء داخل الملعب. قسم بالله انت من اي صحيفة؟ من صحيفة البطاطس العالمية. ابن امك تسألني سؤال مرة ثانية لاني ما راح اجاوب، ولا تحرج نفسك بازر. صحافة زبالة يا أخ قسم بالله. المهم يلا أعطونا موناكو بس. يلا تعال أنا أوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي أينما كنتم، كف بالله، كف ليتس جو. كفو يا رحيم تعال يا رحيم، تعال أسطورة. تركيز زيرو، وترني الصحفي يا اخوان. يا اخي ارجوك كثير هذا. مباراتين في دوري الأبطال، صفر أهداف. الجولة السادسة من كأس الإمارات يا جماعة الخير، مباراتنا ضد ساوثهامبتون اللي قد لعبنا معه.
ترى فريق ويسخو يلعب بخمسة دفاع. خلينا نلعب مباراة ساوثهامبتون ونشوف وش القرعة راح تحطنا مع أي فريق في المرحلة القادمة من دوري الأبطال. والله ياخذ اللي خش مؤتمر صحفي مرة ثانية. لا أعزائي إنما كنتم أهلا بكم، مباراة في الكاس، خمسة دفاع ما يلعبون وعندهم عملاق. يلا يا أحمد تكفى الدفاع، الله ياخذ أم السد اللي حاطينه. ياك يلا يلا هذه المباراة بس. يا ساتر يا عيال والله مقفلين مرة مرة مرة، حتى الشوت من برا ما ينفع لهم. والله الصراحة دفاعهم يصدع الواحد، لازم نفوز في الأشواط الأصلية ولا راح نروح بالاحتياط. الله يستر، ارتده وتمندي بطيء كفو عيال الحقوب. يا ساتر كفو يا ديرسون، الله يستر. ياك يلا تكفى مد نو بلنتي، يس بلنتي، ان شاء الله اني العبها يا رب اني العبها اخيرا. احمر اصفر ليتس جو ليتس جو. ايوه يا اخي ايه ليتس جو، هذا هو هذا هو، خلاص 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 حلوين. لا 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 الحلقة هذه يا اخوان المباريات كلها كانت حماسية والله. يا جماعة الخير خلاص حنا صرنا في المركز الرابع، ويا عيال الاول والثاني والثالث مرة قريبين من بعض، مرة قريبين من بعض، في بينهم تنافس ابن كلب. الجدول يقول انه باقي على نهاية الدوري 9 مباريات، لو فزنا في 9 المباريات كلها بالنقاط كاملة، وفي حال تعثر احد الثلاثة الأندية اللي ماخذ المركز الأول والثاني والثالث ممكن يكون في أمل، لكن أنا أحب ألعب على البصيص من الأمل، أحب ألعب لو إن شاء الله بإذن الله عندي أمل 1% أنا بلعب من أجله، لن أستسلم، سوف أخلص الحلبة من كل الشروط. قرعة دوري الأبطال حطتنا يا جماعة مع اليوفي اللي راح يكون فيه في 20 من غير هذا الحلقة الجاية راح يكون فيها مباريات مرة حماسية، منها دوري الأبطال اليوفي، وكذلك في الدوري، وكذلك مباراتنا ضد ليفربول يا جماعة، وسبيرز في الكاس يا جماعة الخير. يعطيكم العافية على المتابعة يا جماعة، لا تنسوا تقترحوا لنا أي سيناريوهات ممكن نضيفها للحلقة القادمة، تابعوني حساباتي تحت واشترك إذا ما كنت مشترك في القناة. نراكم على خير، السلام عليكم.